بين الفيصلي ونادي الحسين، والفيصلي برباعية نظيفة أمام نادي الجليل، وبالتالي يقلص الفارق مع المتصدر نادي الحسين. نادي الفيصلي انتصار برباعية قبل هذا اللقاء، وبالتالي الحسين بالمركز الأول برصيد 47 نقطة، الفيصلي بفارق نقطتين يبتعد ب 45 نقطة، الوحدات في المركز الثالث برصيد 35 نقطة. انطلاقة هجمة للوحدات، هنا مهند ويأتي كيردغلي، هنا ما زالت عند مهند، مهند ملعوبة جميلة باتجاه شرارة، شرارة الخطير وتسديدة من شرارة، عند شرارة يلعب العرضية ولكن مقطوعة من أبو زريق، تعود للسلط، انطلاقة هجمة، هنا عدي القرة في السرعة القصوى، عدي تسديدة من مكان بعيد أعتقد ذلك، وهنا الكرة ملعوبة العرضية من العسولي ومتابعة في الجهة اليمنى، وصلت عند عصام، الكرة العرضية من عصام وراسية وتصدي ولا أروع كان من عبد الله الفخوري في الكرة الماضية، أخطر الفرص في المباراة والفرصة الأولى لنادي السلط كان قريب جدا من افتتاح التسديد. شوف الإعادة، هذا عدي القرة في الكرة الماضية، العرضية المميزة من اللاعب المهاري اللاعب عصام سميري، وشوف هنا رأسية عدي كان قريب جدا، الرمثة السابق شرارة ملعوب الكرة وأول الأهداف، دانيال عفانة هنا مدافع الوحدات هو من يفتتح التسجيل لمصلحة نادي الوحدات، وأخيرا الكرات الثابتة تجدي ثمارها عند نادي الوحدات، هذه الركنية أعتقد السابعة لنادي الوحدات، وفي النهاية الهدف يأتي لمصلحة الوحدات هنا عن طريق المدافع دانيال عفانة، ركنية نفذها شرارة، وهنا نجح دانيال بافتتاح التسجيل لمصلحة الوحدات، هدف مقابل لا شيء للوحدات، هدف هنا في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول من هذا اللقاء، والوحدات يتقدم. صالح راتب إلى شرارة، إلى هنري، إلى شرارة، تبريرة جميلة باتجاه فراس شلباية، يا سلام، ثاني الأهداف للوحدات، تمريرات جميلة شاهدناها بين هنري وصالح راتب وشرارة، وفي النهاية تقدم فراس شلباية واستقبل التمريرة الجميلة. شوف الإعادة، تمريرة هنا شرارة باتجاه فراس، ونجح فراس بإحراز ثاني الأهداف. شوف هنا هنري إلى شرارة، وشاهد شرارة شاهد فراس في الجهة اليمنى منطلقا ومرر له كرة جميلة، ونجح فراس بترجمة هذه التبريرة الجميلة من شرارة، وأحدث الشرارة فراس بإحراز ثاني الأهداف. كوقت بدل ضائع، وأعتقد الحكم سيطلق صافرة انتهاء الشوط الأول. هنا الفخوري على تنفيذ ركلة المرمى، نعم، وبالفعل هنا عمر لمعاني يطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول. خروج اللاعب يزن عبد العال ودخول لاعب الخبرة خليل بني عطية، هذه تبديلات التي جرت مع بداية الشوط الثاني من أحداث هذا اللقاء. عامر جابوس يدخل، وخروج يوسف أبو الجزر ودخول خليل بني عطية وخروج اللاعب يزن عبد العال، وبالتالي تشكيلة السلط يبقى في حراسة المرمى، قتيبة دعسان، قلبين الدفاع أبو زريق وعبد الله مناصرة، في الجهة اليمنى عصام السميري، وفي اليسار خالد العسولي، وهنا خطيرة للسلط ولكن الحكم يشير إلى خطأ لمصلحة الوحدات. في الوسط خليل وحمد البلاوني، أمامهم عميد صوافطة، في الجهة اليمنى يبقى عبد الله ذيب، وفي الجهة اليسرى محمود بوافي، وفي الهجوم عدي القرة. تشكيلة الوحدات، الفخوري في حراسة المرمى، محسن ودانيال عفان، اقرأ الفوز على سحاب، ونادي معان الذي يعيش حالة من الشك، وهنا ركلة حرة مباشرة للسلط يبحث عن إحراز أول الأهداف، ولكن عدت بسلام هنا على شباك الوحدات. شوف الإعادة
ورأسية كانت موجودة ولكن الكرة ابتعدت بقليل لنادي السلط، ولكن لا يوجد أي فرص خطيرة للسلط. كانت بالشوط الثاني الوحدات ربما ارتاح قليلا هجوميا، هنا خطيرة والثالث، الثالث هنا يأتي من مهند أبو طه، مهند أبو طه. تكلمنا عن وجود المساحات، وهنا أبو طه الذي لم يسجل أي هدف في مرحلة الإياب، واليوم يأتينا بأول أهدافه في مرحلة الإياب، يحرز الهدف الثالث للوحدات، يضعها جميلة على يسار الحارس قتيبة دعسان، وفرحة الجمهور الوحداتي الموجود والحاضر بهذا التقدم وبهذه النتيجة وفرحة. والجمال تبريرة جميلة خطيرة هنا وضاعت، وما زالت هنا المتابعة، ولكن تدخل المدافع، فرصة تضيع على نادي السلط. وفي هذه اللحظات الحكم عمر المعاني يطلق صافرته معلنا انتهاء اللقاء بانتصار نادي الوحدات بثلاثية نظيفة أمام نادي السلط.